إشارات إلى المخترعات المذهلة، علامة من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. وفي رواية ثانية: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى واعلموا أنها أوائل الساعة. فانظروا إلى المخترعات الجديدة مثل الأنترنت والجوال والتلفزيون والأسلحة الفتاكة والأمراض الخطيرة مثل الإيدز ومرض جنون البقر ومثلا وإنفلونزا الخنازير، والله أعلم.